وش عم بغنين؟ فل الفل و14 اهو. وانا من وقت للتاني يا معلم سيد اجي اشقر عليكم كده، بتكون محتاجين حاجه كده حاجه كده. لا رجليك ما تجيش هنا، تخلي بالك من مكان هناك وما تجيش الا ما بعتك، سامعني؟ ماشي يا معلم. وانت عليش امورنا يا معلم، من حين واخر كده في المتاخر تجيب لنا الاكل والميه واللازم منه. ايوه بس بقول لك ايه، طوم. اوعى اوعى حد يقطرك، عارف لو حد قطرك كلنا لبسنا في الحديد. ما تقلقش عليا، زقوا انتوا عجلكم بالنهار ما يطلع حد يحس بيكم. بالاذن يا معلمين. اتفضل. يا عم غنيم ساكت يعني مش سامع لك حس؟ مكان ده كئيب قوي يا سيد، هنقعد هنا ازاي؟ يعني هوديك فين يا عم غنيم؟ الساحل الشمالي؟ عشان تعرف انت وديتني في داهيه قد ايه؟ كان عندي غرزتي والسابوه ماشيه زي الفل ورجالتي حواليا وزي العسل، جيت انت بقى يا عم غنيم عشمتني بالحلقه، رحت انا مخرم وداني، ورطتني يا عم غنيم، ورطتني يا شر خلق الله. هو انا مغسل وضامن جنه؟ وعلى يدك. بعدين هو قضى اخف من قضى، مش احسن ما كنا اتعكشنا وشرفنا في السجن سوا؟ كان السجن ارحم، ما هو هنا زي هنا يا عم غنيم. كله بيعدي يا سيد، الدنيا تروق بره بس كده وانا اطلع طلعه ارجع منها محمل باللي عوضنا عن كل اللي راح. معرفش ليه يا عم غنيم الكلام ده ما بقتش اكل منه. لا كل المره دي يا سيد، سمي وكل، ولو ما حصلش يا عم يبقى اعمل اللي انت عايزه. يعني مال ايدك يا عم غنيم؟ ما هو لو ما حصلش واتظبطت على الاخر وخدت حق تالت ومتلت وبزياده كمان، يبقى عليا وعلى اعدائي ويا روح ما بعدك روح، هغرقها على الكل. ما هي خربانه خربانه. على رأيك هو في أحسن من كده خراب؟ الخراب ده اللي بعده يا تفرج يا تغرق، وأنا قلبي حاسس إنها هتفرج بإذن الله. قلبك حاسس؟ تصدق أقنعتني يا شر خلق الله. مين خلص بيتكلم بدري كده؟ مش عارفه. بابا هو ايه المشكلة؟ هقول له ايه؟ ايه شغل المدارس ده يا نوران؟ قولي له نايمة في بيتي مع جوزي. عشان خاطري عشان خاطري. ايوه بابا صباح الخير. خير ايه وشر ايه؟ ايه السهبان اللي انت فيه ده يا هانم؟ اصحى من النوم مالكيش في البيت؟ ايه مالكيش اب تستأذني منه؟ انا قلت لك يا بابا اني خارجه اتعشى مع طارق. قلت انك خارجه تتعشى معاه ورجع، ما قلتش انك هتباتي برا البيت معاه يا هانم. اقدر اعرف انت فين دلوقتي؟ انا في بيتي مع طارق يا بابا. بتقوليها في وشي؟ مش مكسوفه وانت بتقوليها؟ دلوقتي بقى بيتك ده؟ وده ابوك اللي تربيتي وعشت فيه، وابوك اللي حرم نفسه من الدنيا كلها عشان يربيكي، خلاص بقى بيت غريب. بابا مفيش داعي للكلام ده، اصل طارق تعب شويه فاضطريت اروح اقعد جنبه لحد ما بقى كويس ونام. ويا ترى بقى يا ستي النهارده بقى صحي كويس ولا لسه تعبان؟ لا 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 الحمد لله طارق بقى كويس قوي. لا شويه كده وهطمن عليه وهاجي على عندك على طول. الهي ما يصحى خالص يا رب ونخلص منه وبنسي طارق ده للابد. باي باي يا حبيبي. حاضر حاضر مع السلامه. على فكره بابا كده عجيب قوي. ليه؟ احنا خلاص اتعودنا على كده. اسمع خليك انت نايم وانا هقوم اخد شاور بتاعي وهروح اشوف. لا نايم ايه؟ انا هوصلك واطلع على المديريه. خلاص هغير هدومي ونفطر سوا. يلا. Thank you.
يا اكرم ما تفتح يا اخي على طول. يا ماهر فتحي ما جاش ساعة ما خرج امبارح بالليل وهو لا حس ولا خبر. هيكون اتأخر ليه بس؟ هو ما قالكش هيقابل غنيم فين؟ قال ان هيقابله في مكان في حوش في مقابر الامام الشافعي مطرح مكان مستخبي. غلط، احنا اتصرفنا غلط، كان لازم حد فينا يروح معاه. حاولت والله يا ماهر لكن فتحي صمم ان هو يروح لوحده وانت عارف فتحي. طب وبعدين يا اكرم؟ هنفضل قاعدين يعني زي الاطرش في الزفه مش عارفين فتحي حصل له ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ما قدمناش حل تاني غير ان احنا نستنى. انت ما حاولتش تتصل بيه حتى؟ اكيد يعني يا ماهر. في الاول كان تليفونه بيرن بس ما كانش بيرد. بعد كده اداني غير متاح. مش عارف فتحي راح فين كل ده. انا خايف ليكون غنيم غدر بيه يا ماهر. بقول لك يا اكرم بلاش الفال الوحش ده. وبعدين غنيم ايه وزفت ايه؟ فتحي ياكل 10 زيه. بس لو ما كانش نشف دماغه طب كان خدك انت معاه بدل ما يروح لوحده كده. على العموم احنا ما فيش حاجه نعملها دلوقتي غير ان احنا نستنى لاخر النهار وبعد كده هنروح نقيس عليه في الحته اللي كان فيها. واللي يحصل يحصل بقى. ماشي ربنا يطمني عليك يا فتحي. انا شايف ان ده احسن حل يا طارق. يا نورهان مش هينفع. انت عارفه كويس قوي ان انا وباباكي ما بنستحملش بعض فخلينا بعيد احسن. عشان خاطري يا طارق. بابا دلوقتي صحته على قد هم تعبان محتاج وانا مش هقدر اتخلى عنه ده ملوش غيري. يا حبيبتي وانا من امتى طلبت منك تبعدي عني؟ حبيبي انا عارفه اللي انت بتعمله عشان يا طارق بس اعمل ايه؟ انا كمان غصب عني ما اقدرش ابعد عنك. انت بتوحشني قوي مش انا بس وسوها كمان. وبعدين شغلك بعيد عن شغل بابا ومواعيده خالص والفيلا واسع يعني تقريبا مش هتتقابلوا مع بعض. طب ايه لازمتها بقى؟ لازمته ان انا وانت وسوها نبقى مع بعض في بيت واحد. بيت باباكي مش بيتي. ما تقولش كده على فكره بقى انا قلت لك 100 مره انا وسوها هنبقى بيتك. وبعدين مين عارف جايز لما تعيش معانا انا وانت وبابا وسوها تقرب وجهات نظرك انت وبابا وما يبقاش ما بينكم الاختلاف ده. اللي في القلب في القلب يا حبيبتي. من ناحيه اللي في القلب في القلب يا بطل انا متاكده عشان انت وبابا فيكم حاجات كتير قوي شكل بعض. يا شيخه حرام عليك. طب زي ما بقول لك كده فعلا انت وبابا فيكم شبه كبير قوي من بعض. شكلكم كده عصبيين وقراراتكم جامده وناشفه لكن ليتكم القلوب تلاقيها بيضه زي القشطه. عشان خاطر وحياتي يا طارق وحياتي عنك تعيش معانا في البيت ولو ما ارتحتش ابقى اتحجج يا سيدي وارجع بيتنا. شوف انا حكايه ان انا ابقى جنب سهى وجنبك دي انا بصراحه ما اقدرش اقاومها خالص. وتقاوم ليه؟ ما تستسلم يا باشا وترفع الرايه. ده انت ما بتصدقي بقى. من ناحيه انا ما بصدق ما بصدق. انا هوصل بيت بابا اريح شويه وبعدين اخد هاشم نطلع على بيتنا اجيب لك شويه حاجات وجهز لك العشاء واستنك. بنت عامل بيت دي بيزنس ومقنعه وما بتفوتش فرصه. ربنا يصبرني. يصبرني على حبك. كمان اقصد حمام عزيز. انا قصدك ايه؟ الشاي يا عامر بيه. نايل حطه عندك. حاضر. هو مش سعادتك اطمنت على هانم الصغيره؟ وعرفت انها مع طارق باشا في بيتهم؟ ايه اللي مضايق سعادتك يا باشا؟ انت مالك يا بارد؟ ايه اللي دخلك انت في المواضيع دي؟ ربنا يا اخي ياخدك انت وسي طارق بتاعك ده، انتوا الاتنين في ساعة واحدة وارتاح منكم. وربنا ما يحرمنا من كرم سعادتك يا باشا. يلا غور من وش. طب روق دم سعادتك واشرب الشاي قبل ما يبرد. يا جدع غور من وش. حاضر يا باشا. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا هاني. صباح الخير يا هاشم. صباح الفل يا باشا. ميرسي. صباح الخير يا عامر بيه. صباح الخير يا أحلى قبض في الدنيا. أهلا يا سيدي. معلش يا بابا حقك عليا كل حاجه جت كده بسرعه من غير اي ترتيب سامحني. سامحك. طيب يا ستي
اما انا بقى محضره لك حته دي مفاجاه هتبسط حضرتك قوي. تبسطني؟ خلاص ما بقاش يجي من وراك اي انبساط. طارق وافق انه يجي يقعد هنا معانا كام يوم في البيت. واو نلم الشمل بقى يا بابا. ده اذا ما كانش فيها ازعاج لحضرتك عامر بيه؟ لا ابدا ما فيهاش ازعاج ولا حاجه. وبس يعني انا كنت بسال يعني ايه اللي خلاك تتنازل وتتكرم وتيجي تقعد معانا؟ يعني ما عملتهاش قبل كده. والله الضروره هي اللي بتفرض عليا كده يا عامر بيه. نعم نعم يا اخويا. طارق ما يقصدش يا بابا. طارق قصده يعني ان احنا كلنا نبقى مع بعض جنب بعض لحد ما حضرتك تبقى كويس وبعدين نبقى مطمنين عليك ونروح بيتنا تاني. لا 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 اطمن يا حظابط انا كويس كويس جدا. ما تتعبش انت نفسك بس. قصد حضرتك ان ملوش لزوم هاجي ولا قصدك ايه بالظبط يا عامر بيه؟ انا ما قلتش كده. انت هتقولني كلام ما قلتوش ولا ايه؟ بعدين يعني اهلا بيك في اي وقت. لما لو كنت جاي انا عشان تطمن على صحتي يا سيدي انا صحتي زي البوم كويسه جدا جدا جدا. بس انت ما تضغطش على نفسك. طب بعد اذنك عشان عندي شغل مهم في المديريه. سلام يا سيدي. طب يا حبيبي ما تتاخرش عليا بالليل هستناك. حاضر يا حبيبتي. انا هجهز العشاء هتيجي تلاقي كل حاجه مية مية. مش هقدر اكل من غير ما تيجي الاكل مش هيبقى له طعم من غيرك. طبعا يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ دي لسهى أول ما تصحى تديها لها. ربنا يخليك ليا وليها. ودي ليك أنت يا حبيبتي. تاخد بالك من نفسك. حاضر. وأنت كمان. أنت مش ملك روحك. من ملك مين؟ ملكي أنا والشعب. مش الشعب. سلام عامر بيه. إيه؟ إيه الدلع الماسخ ده؟ خلاص؟ مفيش أي احترام للكبير؟ سلام عليكم وبحبك وإيه الكلام ده؟ بصي لي سهى، إيه الكلام ده؟ عيب ده اعملي احترام بلاش ليا اعملي احترام لبنتك. ايه شكلك قدامها وانت بتقولي الكلام ده؟ يا بابا حاول تفتح قلبك لطارق حاول تعامله كويس ده هيعيش معانا وبعدين اكرام الضيف واجب. اهلا وسهلا يا ست بيه. اهلا وسهلا. بس باين ان انت يعني ضغطت عليه جامد والحكايه طالعه من تحت درسه. لا من تحت الدرس ولا من فوق الدرس. يا بابا هو حضرتك ما يهمكش راحتي انا وسهى ولا عايز طارق يفضل بعيد عننا؟ انت عايزه تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني ولا ايه؟ انا ولا عايزه امسكك من ايدك اللي بتوجعك ولا حاجه يا بابا. بس هو حضرتك اللي مش عايزنا نعيش معاك. ايوه نوران انت عارفه انا ما اتمناش من دنيتي غير كده. خلاص يا بابا يبقى ده الوضع الطبيعي ان احنا نعيش مع بعض زينا زي اي اسره طبيعيه. ومين عارف يا حبيبي مش جايز لما تشوف طارق ويعيش معاك وتعاشره تحبه وترضى عنه؟ لا انا لا عايزه يحبني ولا احبه. هو بس يبعد عني. عايز يقعد معانا اهلا وسهلا يا ستي. اهلا وسهلا بيه في اي وقت يبقى يجي يقعد معانا. مش عايز يبقى هو حر. لما مش عايز كل شويه حرق الدم وانا مش ناقص حرق الدم من بروده وغروره وعنطسته اللي على الفاضي. مفيش فايدة. عمرك ما هتتغير يا بابا بس برضو بنحبك.